بيان صادر من مجلس شيوخ عشائر سامراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. إنما حدث في يوم 22/8/2024 من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في منطقة العباسية الواقعة في أطراف سامراء، والتي راح ضحيتها 6 أشخاص منهم طفل، وبطريقة وحشية. وفي نفس اليوم تم اغتيال شخص في منطقة مكيشيفة وبظروف غامضة وعلى الشارع العام. وبالرغم من تواجد القطاعات العسكرية والحشود والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ولتكرار حصول الجريمة البشعة عام 2024 والتي راح ضحيتها 5 أشخاص ومن نفس العائلة، ولعدم كشف الجينات في حينها له مؤشر خطير وخلل أمني كبير، يدعو أهالي المنطقة خصوصاً والبلاد عموماً للقلق بفقدان الأمن والأمان. عليه نحن المجتمعون شيوخ عشائر سامراء ندين ونستنكر الحادث الإجرامي، ونوجه ندائنا ونطالب دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخلية للوقوف على الجريمة وتحديد أسبابها والكشف عن الجنات وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا جزائهم، ووضع الخطط الأمنية الكفيلة بعدم تكرار الحادث حفاظاً على أرواح المواطنين والسلم الأهلي.